مساء الخير وحلقة جديدة في دائرة الضوء على النهار اليوم. ضيفي ضيف حضراتكم النهارده الدكتور عبد الرازق سليمان، استاذ الدراسات الاسرائيليه والنقد بمعهد الدراسات الاسيويه ورئيس برنامج فلسطين بالمركز الدولي للدراسات المستقبليه والاستراتيجيه، رئيس وحده المعلومات بمركز الدراسات الاسرائيليه بالدقازيق. الدكتور عبد الرازق سليمان الحقيقه باعتبار دراسته كلها وخبرته كلها هو احد الخبراء الذين يتكلمون العبريه والدراسه في الاسرائيليات والحاجات دي كلها، فهو هيتكلم في نقطتين النهارده. النقطه الاولانيه لان احنا متصورين دايما احنا او الساعات ما احنا العدو بتاعنا لا نهون ولا نهول، انما احنا علينا ان ننظر له بالنظر الموضوعيه. التهوين احنا في عشنا زمان فتره طويله جدا بتهوين شديد جدا الفتره ديت، فكره تهوين بعدو بتاعك او تهوين بشيء، وده غلط، والتهويل برضه غلط. لازم نبقى عارفين الحقيقه، والحقيقه ان المجتمع كيف يضر المجتمع الاسرائيلي من الداخل، ازاي ان هو في الداخل ازاي عندهم مشاكل ايه وقد ايه والكلام ده كله، وازاي بيقدروا، ازاي الناس هناك خايفين على بلدهم بيعملوا ايه، وان هنا دايما عاملين حاجه معينه تجمع هناك الشعب. هو فكرتهم طبعا دايما محسنهم انه في خطر دائم وان كل اللي حواليهم اعداء، المهم بصوره او اخرى، لان المجتمع الصهيوني في دوله اسرائيل المحتله دول مش ارضهم اصلا، هم ما فيش حد دي ارضه، ودول كلهم جايين، بس دول قوميات دايما بلاد كتير جدا، يعني هي لمعتهم الديانه، انما اختلفت قومياتهم، اللي من اثيوبيا واللي من المانيا واللي من هنا ومن القوميات لا تزول، حتى وان كان هناك دين يجمعهم انما القوميات لا تزول، وظهر ده في تجربه الاتحاد السوفيتي. عشان كده دايما عاملين لهم في خطر اكبر على الدوله، وهو ده اللي بنواجهه. ايه اللي بيحصل في الدوله ده؟ الدكتور عبد الرازق سليمان هيكلمنا عن ده، وهيتكلم ايضا ازاي ان الشباب العربي كله، وطبعا ده بنتكلم عن الشباب العربي ضمن الشباب المصري، ازاي ان هو الحمله اللي بتعملها مراكز الدراسات والبحوث الاسرائيليه ضد شبابنا بتتمثل في حاجات كتيره بقى، في قنوات وفي استطلاعات راي وفي اشياء كثيره جدا. ده اللي هيبقى الدكتور عبد الرازق سليمان هيكلمنا فيه ان شاء الله في الجزء الثاني من الحلقه. النهارده الرئيس السيسي كان بيكرم خلال حفل مصر تحتفل بمناسبه المولد النبوي الشريف، ده بكره ان شاء الله هيكرم 8 علماء بكره ان شاء الله الخميس، مما اثروا الحياه الدينيه في مختلف المجالات الدينيه والثقافيه البرلمانيه. ان المكرمين الدكتور اسامه العبد رئيس اللجنه الدينيه والاوقاف بمجلس النواب ورئيس جامعه الازهر الاسبق، الدكتور اسماعيل الكندري مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيريه بالقاهره، الرئيس هيكرم الشيخ محمد عبد العزيز توبه مدير مديريه اوقاف اسوان السابق، الشيخ خالد بن علي الخليفه وزير العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف في دوله البحرين، واربعه من اساتذه جامعه الازهر والعاملين بالاوقاف الذين اثروا حياه الدينيه. كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل سنه ومصر طيبه، كل سنه والامه العربيه كلها بخير وعلى خير بمناسبه المولد النبوي الشريف. يوم السبت ان شاء الله احنا عارفين في المؤتمر الوطني للشباب اللي كان في شرم الشيخ اللي لسه ملاش عليه شهر، احنا داخلين في الشهر اهوت، كان اعلنت من ضمن الحاجات ان هيبقى في اجتماعات شهريه، هيبقى في مؤتمر على وزن على حجم هذا المؤتمر كل سنه، انما كل شهر هيبقى في اجتماعات وزاريه لمتابعه ما تم من توصيات واعمال في المؤتمر الكبير، ومتابعه شهريه لما تم الاشياء عليه. في جلسه واحده للحوار الشهري الاولى هتبقى تحت رعايه الرئيس السيسي، الجلسه ديت خلالها هيناقشوا بقى، يشوفوا التوصيات اللي تمت، ايه الحاجات اللي تمت، ففي هيبقى في متابعه، وده مهم جدا في اي عمل عندما تتخذ قرارات، اتخذ في المؤتمر الوطني قرارات كثيره مهمه، في قرارات منها تم تنفيذها على ارض الواقع، منها الافراج عن الشباب والحاجات ديت، وده شيء رائع جدا ان يتخذ قرارات ويتم في السرعه والعلم. في حاجات ثانيه كان بالنسبه للتعليم، في حاجات اقتصاديه كانت مطروحه، كل ده في جلسه الحوار اللي هتتم دي يتشاف ايه اللي حصل وايه اللي تم والكلام ده كله. 30% من يوم السبت اللي هيجوا فيه هيبقى 60% من اللي جايين هيبقى شباب جديد مش اللي حضر في المؤتمر الوطني، وده برضه شيء جيد ان يبقى في تبديل على طول، يبقى في شباب داخل وشباب وكله بيشترك وكله بيشارك وكله بيبقى له راي وكله له دور. ما عندناش مكان يلم ياخد كل شباب مصر، انما ممكن بالتناوب لو كل شهر ويجي شباب جديد وبتاع، ده في وقت من الاوقات هتحس انك انت عملت اسراء،
في الحركه الشبابيه وحركه فيها. في 10 30% من اللي حضروا المؤتمر اللي فات ودمهم بيبقوا موجودين في ده، وهيبقى برضه في عشان خاطر يبقى هم عارف اللي حصل ايه واتكلم، والولاد اللي جايين هيبقى هيعرف منهم ويتابعوا، وبرضه هيبقى في 30% من اللي شاركوا في ده واللي جاي، ويبقى 60% من الولاد وهكذا. اتمنى كمان ان الشباب واحنا بنعمل الحكايه دي نفسي يتعمل مشروع معسكر عمل للشباب، معسكر عمل حقيقي. يعني احنا شفنا معسكرات العمل الحقيقيه دي زمان في الستينيات، انما ممكن تعمل معسكر. احنا اللي زرعنا في وادي النطرون، اول من زرع في وادي النطرون كان كان في المعسكرات اللي اتعملت دي. يا ريت يبقى في معسكر عمل يتاخد له حاجه ولتكن في العاصمه الاداريه الجديده، مشروع بلد يبنوا فيه يشتغلوا فيه. هتقول لي ما هو الشباب ما يعرفش يبني، لا انا ممكن اشتغل في العمليات الثانيه، ممكن هنشيل ونعمل ونودي وحاجات، واللي بيعرف يسوق هيسوق درار، اللي بيعرف يسوق هيسوق عربيه، هيبقى في سهل قوي ان احنا نخلق عمل، بس يبقى عمل بجد، لانه الشباب عايز كده على فكره. والشباب بيحبط لما انت تعمل له حاجه تبقى شكل عشان التصوير ويتقال وتعملنا، ويبقى ما عملش حاجه وما شاركش في حاجه. لما معسكر عمل عشان الشباب ده اما يكبر يبقى يقول لاولاده واحفاده احنا اللي بنينا ده، احنا اللي بنينا المكان، احنا اللي بنينا المجمع ده، احنا اللي عملنا اكبر جنينه هتتعمل دي. ممكن الشباب يعمل فيها المجنينه دي كلها شيل وحط وكلام ده كله وتوضيب، ممكن مثلا هتتعمل حديقه كبيره جدا، هتبقى من اكبر حدائق العالم. اي شيء من ده يتعمل معسكر، المعسكر ده هيبقى قائم على مدار الساعة واليوم والأسبوع والشهر، على شغال في شباب جامعات وشباب مدارس بيتناوبوا على المعسكر، وشباب فلاحين وشباب عمال، وكل الشباب وجامعات كل الشباب يجي ويشتغل. فكرة المعسكر دي محدش متخيل قد ايه تفرق كتير قد ايه، لانك انت مش محتاج، هو على الارض اللي يبني ما يهدش، اللي اتعلم يبني ما يهدش، اللي هيعمر ما يخربش. لازم هو ياخد مسؤوليته من دلوقتي في الفتره. انت سايبين الناس ما حدش بيكلمه، ما هو ما حدش بيكلم حد، مش بالمحاضرات واللقاءات والحوار ده جزء بسيط جدا، انما ده هيبقى الفايده بتاعته اكثر تاثيرا على الشباب، وهتشوف قد ايه التفاعل بتاع الشباب فيها. جربوا نعمل معسكر عمل حقيقي على مدار، ويبقى مشروع حقيقي سهل قوي. هنشوف مين الشباب اللي بيعرف يسوق، مين الشباب اللي مش عارف بيعمل ايه، مين الشباب اللي بيعمل ايه، مين ده. يعني ده في الموضوع ده مهم جدا ان احنا نشوف ده. النهارده كنت بتكلم على الجلسه الاولى بتعمل برضو. النهارده الرئاسه بتستضيف النهارده بقى 26 حزب سياسي لمناقشه مبادره محو الاميه. تستضيف رئاسه الجمهوريه مصر الجديده اليوم مجموعه عمل من شباب الاحزاب يمثلون 26 حزبا سياسيا والمجموعه الوزاريه المختصه لمناقشه مبادره العمل التطوعي لمحو الاميه. تتبنى رئاسه الجمهوريه تنظيم هذه اللقاءات بهدف عرض افكار ورؤى الشباب حول تنظيم وتفعيل اليات العمل التطوعي للقضاء على الاميه. المجموعه الوزاريه بتتكون من وزراء الشباب والرياضه والتنميه المحليه والتضامن الاجتماعي والتربيه والتعليم، بالاضافه لرئيس الهيئه العامه لمحو الاميه وتعليم الكبار. الرئاسه كان استضافت لقاء موسع لمجموعه من شباب وفتيات 26 حزب سياسي لناقشه مفاهيم ثقافه العمل التطوعي بين الاوساط الجماهيريه والشعبيه. العمل التطوعي في كل بلاد العالم له دور كبير جدا. عمل التطوعي وزي منظمات المجتمع المدني لها دور كبير جدا. بالعكس ده انت هناك، انا طبعا انا وانا كنت اول امبارح شرفت ان احنا نروح نصور حلقه في مركز تدريب المدفعيه، وفوجئت الحقيقه بحاجه ما كنتش اعرفها، وده تقصير يعني رايي انا، يعني تقصير مني كواحد صحفي انه المفروض ابقى عارف ده ومانيش عارفه، وفي نفس الوقت برضه تقصير ممن يقومون على هذا. كان بموضوع محو الاميه، فوجئت ان في مركز تدريب المدفعيه، وطبعا مش مركز تدريب المدفعيه، في كل مراكز تدريب الاسلحه المختلفه، فوجئت بمدرج في مجموعه من الشباب يمكن 100 واحد او اكتر شويه. فبسال ايه دول؟ قالوا لي لا ده دول بياخدوا محاضرات لمده شهر لأجل أن يكونوا معلمين لمحو الأمية. طب مين دول؟ قال له دول خريجي، كلهم خريجين جامعات.
وبالعكس خريجين جامعات اللي هم تقديراته كويسه واغلبهم لغه عربيه، يعني الاغلبيه اللغه العربيه، وفي اساتذه متخصصين في في اللغه العربيه وفي التعليم يعني بتاع محو الامم متخصصين، كان في ثلاثه من الاساتذه موجودين، فهو بيدي لهم دوره ازاي انك انت تمحو 100 واحد. قلت لهم طب هم مجندين يعني هيسيبوا المركز ولا هيشتغلوا مدفعيه ومحو اميه؟ قال لي لا 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 لا، هم هياخدوا السنه بتاعتهم بتاعت الجيش في محو، بس هو لابد ان يمحو اميه 30 واحد، ولو ال 30 واحد دول يبقوا هيقضي السنه بتاعته في محو اميه 30 واحد، وتبقى دي سنه الجيش بتاعته، يبقى عمل خدمه للوطن. طبعا انا بحيي لان هذا الكلام ده معمول في بلاد كتير منها امريكا، يعني بيعرض عليك النهارده اسف من المانيا، فالمانيا طبعا هناك احنا عارفين ان المانيا من بعد الحرب العالميه الجيش بتاعها فيه قيود وحاجات كده، فعشان كده مش انما في التجنيد بتاعهم الاجباري الشباب بيخير تحب تشتغل عمل اجتماعي حاجه زي كده التعليم ده، تحب تعمل مش عارف ايه، تحب تعمل ايه، تحب تخش الجيش انت وانت ومزارك وبياخدوه هناك. انا اللي شفته ده في الجيش، في الجيش الحقيقه يعني والله يعني شيء رائع النهارده ان في القوات المسلحه تساهم بصوره. طبعا الميزه في القوات المسلحه ان الناس المجندين بتوعها اللي هم طلبه الجامعات اللي هيتولوا التدريس ومحو الاميه هيبقى المساله فيها انضباط لانها مش متسابه، يعني هيبقى فيها انضباط، واعتقد ان هم في طرف فيها عشان خاطر ال 30 يشوفوا هيبقى اتعلموا محو اميه، ولو ما محاش اميه مش هاخد شهاده المعامله، حسن يعني هي الحكايه فيها جديه. بس شيء رائع ان يخش القوات المسلحه الطرف في ده. بس انا عايز اقول يعني بمناسبه النهارده ده شيء مهم جدا جدا، محو الاميه ده هينقل مصر من حال لحال، هينقل مصر من حال لحال، بس احنا لازم نخلي بالنا في المشروع ده، لان احنا محو الاميه ده موضوع بنتكلم عليه بقالنا سنين طويله، بس هي المهم جدا في هذا الموضوع ان احنا دايما لما بنيجي نعمل مشروع زي ده لازم نحط بروتوكول اللي فيه او ايه اللي يتعمل فيه، لان ده مشروع زي ده كبير اذا ما تخططلوش كويس هيبقى عاملين زي من يحرس في البحر، امحو وضيع في وقته مش هيبقى فيه حاجه. ازاي بقى نستفيد من هذا الموضوع؟ ازاي ان الموضوع ده كل قرش بيصرف فيه وكل الجهد بيتعمل فيه يجي فايده عشان يجي في وقت نمحو اميه؟ احنا نجحنا في لا وقت ان احنا نخلي عندنا كره خاليه، ما دي زي محو الاميه خاليه من فيروس سي، ما ديت يبقى كنا محينا الفيروس سي ده من الكره دي. احنا عايزين نمحو الاميه بقى زي ما عملنا في الكره دي، بس الكره كان عارفين بيعملوا ايه لان واخد الموضوع كله من الالف للياء، انما انت لو انت ابتديت تعمل في حته وحساب حته مفتوحه اعمل زي ما انت عايز وعندك هنا. هكمل الموضوع ده بعد الفصل. كنت بتكلم على بمناسبة ان الرئاسة مستضيفة 26 حزب سياسي عشان مشروع محو الأمية، وفكرة ان النهاردة نبتدي الأحزاب وكلنا والشباب نشترك في الحاجات اللي هي المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني، سواء بقى المنظمات دي جمعيات او غيره او غيره، انما في حاجات كتيرة نقدر نعمل فيها. محو الأمية مهم زي ما كنت بقول، بس علينا ان نتنبه لشيء مهم جدا في هذا الموضوع، لان ده احنا بقالنا كتير بنتكلم. محو الأمية لو افترضنا لما اتعمل في فيروس سي كان العمل انك انت عايز تمحو قرية خالية من فيروس سي، فانت عشان تعمل ده لازم ان النهاردة اشوف المسببات بتاع الفيروس ايه. يقول لك الدم، اي حاجة بالدم، التلوث بالدم، لو يبقى انا وانا بعالج لازم افهم الناس ازاي يعرفوا ما يعملوش ده، لان لو عملوا ده تاني يبقى انا بعالج من هنا وهم بيجيبوا لي وهم بيعيوا تاني من هنا او غيرهم بيتعيوا كده، فلازم الاول نشوف المسببات عشان احنا نوقف نقل هذا الفيروس من انسان مريض الى انسان سليم. في محو التعليم، في محو الاميه، محو الاميه جاي منين؟ لان في تسرب من المدرسه او في ناس ما دخلوش المدرسه خالص. خلاص؟ فانا لو انا افترضنا ان احنا عندنا في مصر 100 واحد امي، عشان اعمل مشروع ناجح لمحو اميتهم لازم يبقى المجهود الاكبر بتاعي، المجهود الرئيسي بتاعي انه ما يبقوش 101. المجهود الرئيسي بتاعي ان هم ما يبقوش 101. يعني ايه؟ يعني ان انا اشوف بقى السلسله هم دول بيتسربوا ازاي من التعليم وليه؟ ابتدي اعالج المساله من هنا.
انما لو انا سبت اللي بيتسربوا من التعليم واللي ما بيتعلموش اصلا، انا كل سنه عمال انا بياخد مني. انا لما سالت الاساتذه في مركز تدريب مدفعيه اللي بيدوا بيعلموا اللي هيبقوا معلمين محو اميه، قال لي بتاخد 9 اشهر 10 اشهر، بنتكلم في السنه عشان تمحو اميه انسان. وقالوا لي على فكره في ناس اتمحت اميتهم ودرسوا وخدوا شهادات اعداديه وثانويه وخدوا جامعه، وفي ناس منهم بتعمل ماجستير. وانا كان نفسي احضر، بحاول اجيب اياك في الوقت قريب حد من دول، ان ده يبقى نموذج رائع رائع الحقيقه المفروض كلنا نعرفه. بس المشكله هل يمكن ان انا عمال اعمل الجهد الكبير ده وعلى انا بقى الواحد ياخد سنه، فانا لو حمحو يعني ده وقت كتير. انما انا امحو مثلا اميه من الميه اللي عندي، مثلا لو عندي 100 انا امحي في سنه 30 ولا 40، وافاجئ ان جاي لي 200 داخلين عندي في الصف عايزين يتمحوا امتهم، اللي هم ما راحوش مدرسه واللي هم فات عليهم المرحله فدخلوا في السكه بتاعت محو الاميين. ما ينفعش. زي الادمان، لو انا عايز اعالج المدمنين الادمان وعايز اكافح الادمان يبقى انا عندي العلاج حاجه، انما ازاي الاهم من العلاج ان انا ما ازودش عدد المدمنين واحد. اي مشكله تتحل بالطريقه دي، لو ما فكرناش بالطريقه دي مش هتتحل المشكله، ويبقى بقى بنحرط في ميه، بيبقى بننفخ في مش فقيره بننفخ في الهواء كده، فاكرين ان احنا هنقدر ننفخ الهواء، هيبقى كده. فانا النهارده في محو الاميه اذا كنا عايزين نلمس بقى ايه الاسباب، هنكتشف ان الاسباب ان النهارده في ناس بتيجي تخلف عدد كبير جدا وما بتقدرش توديهم المدرسه، فدول ما بيروحوش اصلا، ما بيروحش اصلا. نتصرف ازاي في ده؟ نشوف بقى نعالج المساله دي ازاي. هو مخلف 8 عشان يشغلهم بالعربي، عشان هو اتعمل فيه كده وهو صغير، فهو بيعمل كده في ولاده واولاده هيطلعوا يعملوا في كده، ويبقى الفقير بيخلف فقراء ويخلف فقراء حدا فقير وبيقلف فقير ما بيعرفش يقرا ويكتب وامي. يبقى لازم نحل المشكله. يبقى حل المشكله دي موضوع بقى بتاع اجتماع وعلم نفس واعلام وسينما، وطبعا القبل دول كلهم مسجد وكنيسه، لان انه يا جماعه ما انت عشان تعلم ولادك لازم يبقى عندك قدره انك تعمل ده. هو 8 مش هيعرف يعلمه، انما لو هم 2 ولا 1 كان ممكن يفكر يوديهم المدرسه. ده الجزء. الجزء الثاني اللي بيتسربوا من التعليم، بيتسرب ليه؟ لان احنا التعليم عندنا في المرحله الابتدائيه يكره اي عيل في اي حاجه، لانه مش محطوط على اساس علمي. هتقولي ده خبراء، هو خبراء في البتاع اللي بيعمله، والظاهر هم يعني بتباهوا ان كل واحد ضارب كتاب قد كده منهج. لا، الطفل اللي في الابتدائي من سنة أولى ابتدائي لغاية سنة 6 ابتدائي، المرحلة دي كلها الطفل لم يكتمل نمو جهازه العصبي بعد، هو بيكتمل في سن 14 وفي تانية إعدادي أو في تالتة إعدادي، إلا في مرحلة البلوغ. طب الطفل ده ولد أو بنت؟ لو أنا في التعليم ده، إذن إحنا عندنا في الطفولة قانون الطفولة يمنع إن إحنا نشغل الأطفال. ليه؟ عشان أنا ما أقدرش أحط الطفل في تحت ضغط عصبي ولا الحاجات دي. طب بنعمل ده في العمل، وبنيجي في التعليم نعمل ألعب منه 100 مرة. هتقول لي ازاي؟ اقول لك ازاي. هو انت لما تيجي تحط، تعالوا بصوا على مناهج وحضراتكم طبعا اكيد كلكم يعني في ايدكم مش ميه سخنه في النار بسبب الموضوع ده. تعال شوف النحو بتاع سنه سته وسنه خمسه. النحو انا اصلا ادي نحو ليه؟ لولد لم يكتمل نمو جهازه العصبي، مش هيتحمل كلام صعب عليه وكلام، هيكره المادة ومن ثم هيكره التعليم وممكن يسيب المدرسة. ليه في السن ده عقده؟ ما احنا قدامنا لسه وقت، احنا بنعلمه قراية وكتابة، منه ان هو دلوقتي يعمل نحو وصرف، مش مطلوب منه ان هيكتب قصائد ولا مطلوب منه انه داخل امتحان في اللغة. لا لا لا، هو يكتب بس في القراية. وده المواضيع التانية دي نقاله بعد ما يكون جسمه مؤهل نفسيا. ما احنا لو نعرف الكلام ده ما كانش ده يبقى حالنا. ما احنا لو كنا نعرف الكلام ده ما كناش عملناه في الرياضه. هو سبب الرياضه، تخلف الرياضه في مصر ايه؟ يعني ايه تقول لي تخلف ازاي؟ احنا تخلف، ما احنا يا عم استنى. تخلف الرياضه او رياضه البطوله بمعنى اصح والنتائج بتاعتنا، انك ما تقدرش تضمن اي مستوى لا فرقه كوره ولا اي حاجه، ولا تضمن اي مستوى في اي حاجه. ممكن يبقى النهارده شيء هائل وتاني يوم تلاقيهم شيء غريب جدا. ليه؟ لان انا إذا كنت بمنع الطفل إنه يشتغل في سن الطفولة من باب أولى، مفروض إن الطفل ده ما يدخلش منافسات رياضية فيها مباريات يعني،
فيها فايز وخسران وضغوط عصبيه شديده ورز العصبي ما اتكونش. طب ايه الخطر في ده؟ ايه اللي مزعلك في او اللي مزعلني؟ ان الجهاز العصبي لو اتحط في الضغوط ديت هيحصل له دامج، هيحصل له، هيبقى فيه قصور، وهذا القصور هيستمر مع الانسان مدى حياته، لانه اول ما يتعرض لضغط عصبي يفركش. انما لما بيكتمل النمو الجهاز العصبي يقدر يتعامل مع اي ضغط باسلوب صح. صح. طب في الرياضه ايه؟ طب ايه المشكله لما الجهاز يتعب؟ حتى مش مشكله، الجهاز العصبي لما يتحط تحت ضغط ويكون هو مش ما اكتملش النمو، بيحصل له حاجات كتير بتاثر عليه وعلى عمله. طب ده بيأثر على الرياضه في ايه؟ ما هو الجهاز العصبي هو اللي بيدي الاشارات للجهاز العضلي. هتلاقي لعيب الكره في الضغط العصبي اللي حصل عليه وهو اصلا وهو صغير اتحط تحت ضغط عصبي، فالجهاز بتاعه حصل فيه عضب، بقى في حته ضربت منه، فيوزات ضربت في حتت منه كده، هتلاقيه بقى اول ما اتحط في ضغط عصبي والدنيا يبقى في ضغط عليه، والماتشات كلها او اي منافسه في الرياضه هي كلها ضغط عصبي. اول ما اتحط مع اللود ده يزيد يبتدي بقى الاشارات اللي طالعه من الجهاز العصبي غلط، يبتدي بقى بدل ما يشوط في الجون يشوط في فانوس الاستاد، يبتدي يعمل حاجات ما هو مهاراته احسن من كده بكتير، راح يبتدي يغلط. يبتدي لما يجي يسدد احمد الاحمر، واحد من اعظم لاعبي كره اليد اللي شافته مصر، لعيب كويس جدا، وانا في رايي مصنف عالميا واحد من احسن لعيبه كره اليد في العالم. لما كنا بنلعب الماتش بتاعنا اظن مع البرازيل في الدوره الاولمبيه بتاعت البرازيل اللي كانت دي، احنا متقدمين كره اليد دي، كان فاضل ما هو بقى يبان الضغط العصبي ويبان العيب ان احنا بنضغط على اولادنا في سن صغير في اخر ثواني بقى. يبقى ما هو في كره اليد وكره السله المساله بالثانيه، الثانيه تفرق في الماتش، في الكره يعني بالدقائق، لان انت بتلعب 120 دقيقه وعندك ملعب طويل عريض، انما هناك الثانيه. وعشان كده لما الماتش بيقف لاي سبب بيوقف عشان الوقت لانه ثواني. احنا كان فاضل 30 ثانيه 40 ثانيه حاجه زي كده، ولنا ضرب الجزاء واظن كنا متقدمين واحد. دخل احمد الاحمر، هو لو شاط ضربه الجزاء دي 100 مره هيجيبها 100 جون، هو بقول احسن لعيب من الكلام ده كله، مفيش خلاف على ده. انما لان احنا اولادنا لما حطيناهم تحت الضغط العصبي وهم صغيرين، لما بيجي في ضغط في حاجه زي دي وماتش والماتش عامل كده، ضاعت ما جبناش جون، وتعادلت معانا البرازيل في ماتش ما كانش ابدا تستحق التعادل، وكان ممكن هيوصلنا احنا نطلع لحاجه ثانيه. ده بيحصل عندنا في الكوره، انه بفضل دقيقه ولا دقيقتين ولا حاجه في الكوره وكسبانين جون، في دقيقتين ممكن نطلع مغلوبين 2-1 وهكذا. اذا طب احنا ليه بنلعب ولا بنلعب ولادنا؟ عشان احنا دونا على العالم اللي احنا عندنا مسابقات 10 و12 و13 و14، ما فيش في العالم ده. هو عنده الولاد بيلعبوا من سن صغير بس ما بيدخلوش منافسات عشان الجهاز العصبي، عشان الضغط العصبي، وعشان الجهاز العصبي بتاعه يتكون سليم دون اي ضغوط عليه. فلما يكبر حطه بقى في اي حاجه هتلاقيه وحش. احنا مش عاملين ده في الرياضه ولا عاملين ده فاحنا لما بنيجي ندور، انا بتكلم على الطفل وازاي والمعامله والكلام ده كله، ازاي بقى الطفل في المدرسه ليه العيال بتتسرب من التعليم؟ لان احنا التعليم ده تحبه او تكرهه منين؟ من مرحله ابتدائي. هو التسرب بيحصل منين؟ ما هو الابتدائي ما حدش بيتسرب من غير كده الا لظروف خاصه جدا. انما بيدخل يقعد في المدرسه 6 سنين وتكتشف انه في سته ابتدائي ما عرفش يكتب اسمه، فهو بيمشي المدرسه. لو انا بقى في المناهج بتاعه اللي حطيتها بالراحه، 6 سنين دي مش مطلوب منه اكتر ان انا اعلمه قرايه وكتابه وحاجات بسيطه، والباقي يبقى وسائل انشطه تربويه عشان اخلي الطفل حابب العمليه التعليميه، عشان احببه في العمليه التعليميه. هو انا هديله دكتوراه؟ ده انا كل الحكايه في السنوات بتاعت الدراسه دي كلها انا بحاول اوصل له حاجات. دلوقتي كل المناهج التعليميه في العالم من اول ابتدائي لغايه ما نوصل للثانويه العامه كلها بحث او الهاي سكول بتاعتهم كلها بحث ومعرفه. اقول له عايزك تعمل لي كذا في كذا، فانمي عقله انه ازاي يبحث عن المعلومه ويجيب المعلومه ويكتب هو، يكتب بقى عليها مشروعه او يكتب عليها مش عارف 500 كلمه او 1000 كلمه او 2000 كلمة وفقا للمرحله السنيه والحاجات دي. احنا ما عندناش، عندنا حفظ وتلقين حفظ وتلقين.
عاملين سنه اولى المرحله الابتدائيه المناهج حتى ايات الدين. الطفل في السن ده قولوا له القصص القراني، هاتوا له الكتب. ده الله يرحمك استاذ احمد بهنت لما كان عام الانبياء والله اظن، كانت معموله شيء رائع جدا. ده في حاجات معموله قصص الاطفال تحب تعرفها. هو الطفل في السن ده عايز يسمع حكايه، طب ما انا اديله الحكايات اللي في القران، وبعدين بقى اديله الايات اللي فيها التقيل او الكلام ده كله في المرحله ما يبقى عنده عدى المراحل دي وعنده نضج وعنده ويقدر يفهم ويعمل الكلام ده كله. فاحنا من ضمن الحاجات اذا كنا عايزين نمنع تسرب تعليم لازم نغير مناهج المناهج. ما حدش كلام اتكلم في الموضوع ده قبل كده، لازم نغير المناهج بتاعت ابتدائي دي كلها لازم، لان دي مناهج يعني مش تخلي الطفل هو انت مش الطفل بيحب ساعات ماده من المدرس بتاعها او المدرسه بتاعتها لان عرفت انها تتعامل معاه. هم المناهج اللي عاملينها مش يعني معموله كي تنفر الطفل من العلم ومن المدارس ومن انه اتولد اصلا، ومحدش واخد باله من الحكايه ديت. مبادره كويسه ان يبقى فيه المحو الاميه والكلام ده واهتمام والمجتمع يخش في الكلام ده. وقلت انا القوات المسلحه عامله حاجه كويسه جدا، ان جانب عندها عدد من المرندين بتوعها اللي هم متخصصين بييجوا يتعلموا هم ازاي من اساتذه بتوع محو الاميه ازاي يبقى مدرس، وبياخد هو 30 واحد، كل واحد ياخد 30 واحد يمحو اميتهم. يعني القوات المسلحه دخلت بتدلي بدلوها في هذا الموضوع وبتساعد بالوهديه في هذا الموضوع. بس واحنا بنشتغل الموضوع ده بقى، طب هنقعد نمحو في اميه الناس وجايين لنا جيش من الناحيه دي، المحبس شغال من الناحيه دي عمالين يجيب لنا ناس هربانين من المدرسه وراس ما راحوش المدرسه. لازم نبتدي نعالج المشكله ديت اذا كنا نريد ان ننجز القضيه دي. ده اللي حبيت اقوله في هذا الموضوع. طيب معايا الاستاذ محمد امين مساعد رئيس حزب المحافظين واحد المشاركين في مشروع محو الاميه، واللي انا كنت بكلم عليه النهارده. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الخير يا استاذ الطيب، بسعدتك اخبارك ايه؟ ما اعرفش انت معايا من امتى الحقيقه، مع انهم قالوا ليش الحقيقه، فانا اسف لو انت قعدت على التليفون فتره. لا لا متشوق جدا لكلام حضرتك. طيب انا دلوقتي انا شيء رائع جدا ان احنا نبتدي تاني نتنبه كلنا كمصريين ان احنا لنا دور نساعد بيه، احنا نساعد بعضنا بيه. وموضوع محو الاميه ده من الموضوعات البالغه الاهميه. احكي لي انتوا بقى الموضوع. هو الموضوع النهارده اللقاء فيه ثلاث محاور رئيسيه بتتناقش في اللقاء. المحور الاولاني متعلق بسياسات واليات العمل التطوعي. المحور الثاني كان متعلق بالكيان المؤسسي اللي هيسمى بمجلس التطوع المصري. ده المفروض ان هو هيكون مكون من بعض الجامعات الاهليه وشباب الاحزاب، ويكون فيه ممثلين من وزاره الشباب والتضامن الاجتماعي. ده اللي احنا مقترحينه، قد يحدث تعديل عليه برضه بعد الايه؟ بعد اللقاء. بيهدف الى ترشيد وتفعيل العمل التطوعي وليس الاستحواذ عليه. الجزء الثالث بقى اللي هو المشروع الاساسي اللي هو مشروع محو الاميه، او اللي هي المبادره اللي اطلقت من رئاسه الجمهوريه اللي هي مصر بلا اميه. دول الثلاث محاور اللي النهارده بيتعرض نتائج الورش بتاعتهم اللي كانت دارت على مدار شهرين فاتوا، بيتعرض النتائج النهائيه ان شاء الله على رئاسه الجمهوريه في اللقاء المنعقد حاليا. طيب استاذ محمد، يا ريت هذا الموضوع ان حضرتك تتبناه. انا قلت فكره، يعني انا النهارده لو انا قعدت امحو في اميه الناس والمحبس بتاع اللي جاي للناس اللي بدخل، عايزين نقفل المحبس ده. اهو ده الكلمه بتاعت حضرتك، احنا عايزين نقفل المحبس. طيب ده بافكار خارج الصندوق. ما هو ما 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 في حاجه ما حدش فكر فيها، ارجوك انك انت تتبناها. ارجوك. ايه هي؟ ايوه ما هنا هو ايه لا فكره ان احنا ما نزودهمش. انا صوت ده اساسي، ده فكره ان هم ما يزيدوش تاني. علي الصوت شويه. لو عندنا 100 ما يزيدوش، يبقوا 101. الموضوع ايه بقى؟ طب ليه هم بيزيدوا؟ ما احنا لازم نعرف ليه الحكايه، ليه الطفل اسباب اقتصاديه. وغير كده في نقطه مهمه جدا، ما فيش رغبه للطفل ان هو يروح المدرسه، يعني في عزوف من الطفل نفسه ما عادش عنده رغبه ان هو يروح المدرسه. في اسباب اقتصاديه. يعني انا كنت قاعد في استاذ محمد في نقطه تانية، الموضوع الاقتصادي ده موضوع، الموضوع ان مش عارف ده موضوع، انما الموضوع الاهم من ده كله هو اول انطباع. دايما ما هو الانطباع الاول في اي حاجه هو اللي بيخلي يحببك في الحاجه او يكرهك فيها، سواء كنت كبير او صغير. انما الطفل الصغير اللي داخل مدرسه لاول مره وبيخش على المرحله الابتدائيه، لو حضرتك بصيتوا على المناهج بتاع المرحله الابتدائيه، المناهج بالذات اللي عندنا واللي هي الموضوع هنا، يعني احنا دلوقتي بنتكلم، هذه المناهج معموله عشان تنفر، تخلي اي طفل يكره التعليم ويكره اليوم اللي اتولد فيه.
لابد ان احنا لازم نحبب لازم نحبب المرحله الابتدائيه. اخطر حاجه فيها ان نضغط على الطفل فيها بحاجات تقيله لان جهازه العصبي لم يكتمل نموه بعد. دي كارثه سوداء لان هي ديت السبب كل المشاكل. ولازم يتعلق بالمدرسه، يعني فكره ان الطفل لازم يتعلق بالمدرسه لانه المفروض يقضي فيها وقت اكبر من اللي بيقضيه في البيت، يعني لازم يكون في تعلق اكتر بالمدرسه. ده احنا مفتقدينه في التعليم المصري. ان الطالب حتى بنقتل المواهب عنده، لو في طالب ما نقدرش نكتشف الطفل موهبته من بدري، ما نقدرش نستوعبها حتى يبتدي يبقى عندنا مبدعين في مجالات من في سن صغيره، ده مش موجود، ده المفروض ان هو محطوط في الكيان المؤسسي. طيب احنا عايزين نعمل قاعده بيانات في الموضوع ده. هو بعيدا عن قاعده البيانات يا استاذ محمد، اللي انا عايز اقول لابد ان يوضع في الذهن او في الحسبان ان المنهج اللي موجود في المرحله الابتدائيه جزء اصيل من المشكله، وده اللي ده جزء اصيل، لان انا في المرحله دي عايز احبب الولد في العمليه التعليميه. اذا في المرحله دي اصلا مش مطلوب اديله كل المعلومات دي، كل اللي عاملينها في المناهج ديت ربع ده كفايه والباقي يبقى انشطه. يعني ايه انشطه؟ انا عايز اشوف الولد ده موهوب في ايه اصلا، لان انا لو عرفت هو موهوب تتحول، يعني طريقه التعليم تتحول من فكره ان هو التعليم تلقيني الى تعليم تفاعلي. يعني تخلي الطالب يتفاعل نفسه مع المدرس ومع المدرس، تبتدي يعني قدراته تنميها بعيدا عن مناهج بيشيل شوال على ظهره وهو رايح المدرسه. ده بيساعد كتير ان هو بيبقى عازف بشكل كبير عن الدراسه ومش مهتم. ده حاجات ده معروض بشكل كبير، بالاضافه لبعض الافكار الثانيه لفكره ان هم غير الطلبه او الشباب الصغيرين بالنسبه للمحور الاميه بالنسبه للكبار برضه. لان احنا عندنا طلبه الجامعه عدد كبير جدا. طلبه الجامعه لو بدل في درجات للنشاط الطلابي النشاط الرياضي، احنا عايزين بدل ما يكون في يكون اضافه لدرجات النشاط الرياضي يكون في اضافه للنشاط التطوعي او النشاط الخدمي. من خلال طلبه الجامعه دول يبتدوا يتبنوا كل واحد منهم يعلم اثنين. هنلحق نقضي زي ما حضرتك اتكلمت على الناس اللي موجوده في مركز تدريب المدفعيه اللي هم بيتكلموا على 30 بيعلموا 30 واحد. فكره عايزين نعملها بالظبط زي كده. هتلاقي في مشروع قومي احنا الشعب كله بيلتف حواليه. طيب تنجح في الاخر مصر بلا اميه خلال عام مثلا او خلال سهل نعمل ده. عايز اقول احنا قدرنا على فكره، يعني انت لازم تبقى انت متفائلين جدا نقدر نعمل ده. احنا عملنا الاصعب على فكره في ان احنا نعمل كرة خاليه من الفيروسات، يعني ما عدا موضوع اصعب مليون مره، بس هم اتعاملوا مع الموضوع زي ما قلت لحضرتك. اما هنا ايه اللي بيجيب المرض؟ ان انا الدم يتنقل من حد لحد. طب الدم بيتنقل بايه؟ بالحلاقه، بالحقن، بالابر اللي بيحطوها في الطرحه في الفلاحين، ودي تاخدها من دي. لو انا الثلاث اربع حاجات اللي بيعملوا المرض وعيت الاهالينا بيهم وعيتهم توعيه تامه بيهم، خلاص يبقى انا اي حد هعالجه ضامن ان مش هيعيا تاني، وضامن ان مفيش حد ما دام وعيت القريه كلها بالموضوع. عايزين نعمل ده في محو الاميه ان شاء الله يا محمد. ده حاجه. الحاجه الثانيه الاراده السياسيه كمان متوفره، فده بيوفر حاجات كتير يا استاذ ابراهيم. الاراده السياسيه مهتمه بالموضوع وهتوفر كافه السبل والادوات والتسهيلات من الموضوع ده يتعمل. ده ما كناش بنلاقيه، فكره الاراده السياسيه موجوده من اعلى سلطه موجوده في رئاسه الجمهوريه، فده بيسهل حاجات كتيره في الفتره اللي جايه. فاعتقد ان احنا على الطريق. لما تبقى الاراده السياسيه موجوده احنا ما نخليهمش، يعني عايزين حسن ظن، يبقى في حسن ظن كويس فينا احنا كلنا صحيح. كمصريين لما يبقى الاراده موجوده، هو موجوده في حاجات كتيره، في كل حاجه موجوده، بس احنا قدام الشباب يعني قعدت عملت مجهود كبير وهو بيتعرض النتائج النهائيه النهارده. فاحنا ان شاء الله هيبقى في حاجه يا رب باذن الله للشعب. طب الحاجه الثانيه يا ريتك انت تطرح حاجه ثانيه برضو النهارده بعيد عن هذا الموضوع، بس هي دي بقى هتبقى النواه بتاع كيف نعد شبابنا ونعرف شبابنا قيمة العمل التطوعي. عايزين معسكر عمل وليكن في القاهرة الجديدة، معسكر عمل منعقد على مدار الساعة والأسبوع واليوم والأسبوع والشهر والسنة لكل شباب مصري، أفواج رايحة أفواج بنشتغل. الطالب اللي الشاب اللي بيعرف يسوق هيشتغل على الدرارات، اللي ما عرفش بيعمل إيه هنقدر نعمل إيه، نعمل إيه؟ إنما عايزين، لأن إحنا هو ده لو اللي هيشارك بجد ومعسكر عمل بجد، واللي هيبني ما يهدش، وهو هيحس بذاته، وهيبقى بالنسبه ليه العمل منتمي وبيعمل حاجه للبلد. هو فكره المعسكر هتتعرض حتى ده انت يا محمد انت متخيل لما تشترك في حاجه زي ديت؟ انا كل ما بفوت لغايه دلوقتي على طريق مصر اسكندريه بفتكر ان انا
من 50 سنة كنت في معسكرات عمل. احنا اللي زرعنا وادي النطرون. اول ما زرع وادي النطرون احنا الشباب في معسكرات عمل. ده عشان كده روح الانتماء دايما بتنجو حضرتك تجيب حاجة عايزين نرجعها، ترجع من خلال معسكرات عمل زي الفكرة اللي حضرتك اقترحتها وهنطرحها على وزير. فاطرحها يعني اطرحها النهارده اقترح النهارده. الاستاذ محمد امين مساعد رئيس حزب المحافظين احد المشاركين في مشروع محو الاميه، والنهارده الوقت في رئاسه الجمهوريه مهتمه جدا بهذا الموضوع وامور اخرى. بالتوفيق يا محمد ان شاء الله. النهارده في بيان للقوات المسلحه قالت ان مظاهر الحياه بدات في العوده تدريجيا في مدينه الشيخ زويد بشمال سيناء وبعض المناطق التابعه لها. واوضح البيان ان عوده الحياه للشيخ زويد هي تتويج للنجاحات التي حققتها قوات انقاذ القانون في احكام السيطره الامنيه كامله بمناطق مكافحه النشاط الارهابي شمال سيناء. احنا عارفين ان كان الفكره كلها ان كله يعني الارهابيين مستخبين في المجتمع المدني وخلاص بيضرب طلقه وروح مستخبي في وسط الناس ومش هتقدر تعمل في هذا الموضوع اي حاجه. كان في مناطق كتيره جدا حول الاماكن حته بتاعه ابو الرفاع، كان في اماكن كتيره حوالين شيخ زويد اهاليها سابوها. رجعوا دلوقتي والمساء اتعادل وابتدى هدوء وابتدى ترجع والحياه بتعود لطبيعتها، وان القوات المسلحه وزعت على المواطنين الاف العبوات والحصص الغذائيه. ومعانا فيديو كده نشوف ايه الحكايه. للنجاحات التي حققتها قوات انفاذ القانون في احكام السيطره الامنيه الكامله بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال سيناء، بدأت مظاهر الحياة في العودة تدريجيا إلى مدينة الشيخ زويد والمناطق التابعة لها. ووسط مشاعر الفرحة والأمل بدأت أعداد من أهالي المدينة في العودة إلى منازلهم، وطافت سيارات المواطنين المزينة بأعلام مصر شوارع المدينة ابتهاجا بعودة ذويهم إلى المدينة، كما شاركت عناصر القوات المسلحة المواطنين فرحتهم بتوزيع آلاف العبوات والحصص الغذائية على المواطنين الذين عبروا عن إشادتهم بجهود قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة في استعادة الأمن داخل المدينة. طبعا شيء رائع اللي بيحصل ده، وواحدة واحدة إن شاء الله والدنيا هتبقى كويسة. احنا كان ناس كتير جدا سابت بيوتها في أماكن، وطبعا لما بيسيب بيته هو بيدي فرصة كبيرة جدا للإرهاب، يعني بيدي فرصة كتير لحاجات كتيرة. النهاردة لما ابتدي المجتمع يرجع تاني، والمجتمع اللي هو مش هيحتوي أي حد، والمجتمع اللي راجع بيرجعوا لبيوتهم والكلام ده كله، أنا بعتقد إن هتبقى في انحصار لما يحدث هناك. جاي لي رسالة الحقيقة من واحد كاتب محمد، بيقول لي اسمه محمد، على انا بس انا قلت اقول اخدها بعد الخبر بتاع الجيش ده. هو بيزعل يعني زعلان من الاعلاميين وزعلان مني يعني ولنا احنا سبب البلاوي كلها. بيقول لي استاذ ابراهيم السلام عليكم، اسمك واسم اخويا ابراهيم سليمان كان نقيب مخابرات حربيه واستطاع استشهد في 73، الله يرحمه وربنا يعني وهو باذنك يا رب يعني في جنه يعني عند ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله. بيقول لي بقى يا ريت نبطل كلام وسيرة عن الجيش بتاعنا في جميع البرامج. ليشنا مش محتاج مدح كل العالم يعرف قيمته. اعظم ليش الجيش والشعب بايد واحده. الجيش رقم 12 عالميا. ايه ده كله لغايه ما خليته اللي يسوى اللي ما يسواش يكسر فيه ويعملوا افلام قذره والاعلام السبب، وانت منهم مع كامل احترامي ليك ياسين. متشكرين ربنا يكرمك. امريكا اقوى جيش في العالم، معدات فقط، مش بتعمل كده. سيبوا الجيش في حاله يحرس الحدود وانتوا الحكومه السراب دي وشكرا. انا مش عارف هو عايز يقول ايه، هل هو يعني هو مركز مع الاخ محمد؟ انما طيب تعالى يا محمد لما يبقى في خبر زي ده ان القوات بتاع انفاذ القانون بتقول ان الجيش رجع، هل نعلم اهالينا بده ولا ان احنا نسيب الجيش لوحده كده؟ نمره 2، انت تفتكر يعني انا واحد من اللي بيكلموا على جيش مصر واشرف بده، وده شرف ليا ان انا اكون بعمل هذا الكلام، وكتابه من سنين طويله بعمل هذا الكلام. ولما يبقى واحد زي الشهيد ابراهيم سليمان اخوك، تفتكر يا محمد لو احنا لو قصه استشهاده اتكتبت او اتقالت او اتكلمت عليها، لو انا اعرفها هتكلم عليها، انت لما بتحكيها وبتقولها ده انت بتنشر عدوى ايجابيه. يعني انت عايز تقول للشباب وتقول لكل حد احنا عندنا ابطال، ده احنا لازم انا لازم لازم كل البطولات ولازم قصة كل شهيد نحكيها، لأن ده ضحى بعمره عشاننا وعشان بلدنا. لما نحكي ده أنت شايف إنه غلط؟
يعني ده مزعلك في حاله؟ يعني لما احكي على الشهيد ابراهيم سليمان اللي هو اخوك واقول انه كان عمل كذا وكذا 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 وكذا، زي ما بنحكي على الشهيد ابراهيم الرفاعي، زي ما بنحكي على الشهيد عصام الدالي، زي ما بنحكي على اي حد من شهدائنا وشهداء اللي ضحوا باعمارهم دول، هل لما نقول كده انت شايف ان ده غلط؟ يا ابراهيم ده الناس اللي ما عندهمش في دول في تاريخ، اصل تاريخها قد كده وهم ما عملوش حاجه في حياتهم، يعني ما عندهمش ولا دخلوا ولا لا لا عندهم اي مصيبه سودة، ده هم بيخترعوا حاجات ويقعدوا يقولوها وبيكذبوا لما بيصدقوا كذب عشان يعملوا ده. انت مصر ديت قيمتها انها ضربه في جذور التاريخ. هل انت تعرف يا ابراهيم حاجه؟ ما دام انت بتتكلم ده، هل لما احكي انا على الجيش، وهقول لك دي المقاله اللي انا كاتبها ان شاء الله يوم بعد بكره يوم الجمعه في الاهرام، هل لما اعرف حضرتك واعرف العالم كله اللي مش عارف، يعني هي دي حقيقه ومعلومه، ان سنة 1250 لما لويس التاسع دخل مصر كانت حملة صليبية، كانت منصورة ودمياط فوق وجيشه، هما داخلين بالحصنة والبتاع ده والسيوف والكلام ده كله والحراب والرماح، فوق ان جيش مصر يا استاذ ابراهيم عنده مدفع، عنده مدافع، يعني فوق انهم عندهم مدافع. ده الكلام ده اللي مسجله المؤرخ بتاعهم جوافيل، ده جوافيل ده كاتب ومؤرخ ومحارب في ليش، فقال احنا شفنا حاجه غريبه الشكل، ماسوره وبيطلع منها مش عارف ايه، نار ايه وفيها بارود ايه، وحتى هو ما قدروش يعرفوا ده كان مدفع ولا حاجه صاروخيه. يعني هل لما نيجي نحكي ده عشان شبابنا دلوقتي اللي مش عارف ان بلده ديت، هو مش قادر يعرف انه من صلب الرجاله، هو مش قادر يعرف ان احنا لما نبقى في طب اللي حصل في 1250 ده في القرن الثاني عشر يا استاذ ابراهيم، ده بنشوف من امتى؟ طب تعالى شوف بقى مدفعيه مصر بقى بعد كام، بعد قد ايه من السنين في 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 في, في, في مثلا في حرب اكتوبر. هل لما نيجي نحرق حرب اكتوبر ونقول ان كان عندنا على الجبهه 2700 وشوية مدفع ضربوا 3000 طن ذخيرة في 53 دقيقة، لما كانت كل ثانية كان فيها 175 دانة، لما نحكي ده لشبابنا ده غلط؟ وهل لما بنحكي ده، هل احنا كنا سكتنا وما اتكلمناش والشباب ما يعرفش الجيش ده يقدر يعمل ايه ونقول نسيبه في حاله؟ ما هو الجيش ذات نفسه، هو الجيش ده مين؟ ما هو اخوك اللي استشهد، وانا وانت وهو، هو الجيش ده كده. لما انت تبقى انت شقيان وتحس ان محدش عارف عنك حاجه ولا حد بيتكلم عنك، هتفتكر المعنويات هتبقى كويسه؟ انا ما اعرفش انت ظروفك ايه، ان انت في الكلام اللي انت بتقوله، لانك انت يعني اللي انا عايز اقول ان اللي بتقول انا بكتب مع وانا ما اعرفش سنك انت قد ايه عشان ممكن تكون مش مدرك تماما، انما انا بكتب من 25 سنه عن جيش مصر، وده شرف ليا لان انا كنت مقاتل في جيش مصر، وده مهم جدا عشان كل شاب صغير يعرف ده، وعشان كل طفل يطلع عنده الانتماء والوطنيه، لان مصر في اجتياح شديد لضرب الانتماء والوطنيه، لما احنا ما نكتبش عن الجيش يبقى ضاعت الدنيا ضاعت. ويعني الجزيره بتشتم في جيش مصر بقالها دلوقتي من ساعه ما طلعت. يعني بصرف النظر ده، وانا لما بكلم عن جيش مصر عشان ارد على الجزيره، ايه اللي هرد عليه؟ وهو انت ممكن تقول ان جيش مصر مش في حاجه لشهاده اي حد، انما احنا دايما لما بتتكلم، انك لما بتتكلم اي انسان حتى انت لما بتتكلم محتاج في الاول وفي الاخر معنويات، ان احنا الناس تعرف. الناس اللي قاعده في سينا ديت اللي هي النهارده، هو في كل لحظه مش عارف، هو مش عارف بعد لحظه واحده هيبقى عايش ولا هيقابل ربنا، مش عارف. ده محتاج انك في الاخر امتنان. الامتنان ده هيظهر في ايه؟ ان يلاقي كلام كويس. في ناس بقى بتكتب كلام بتقول كلام بيطلع عكس، يعني ده انا ماليش دعوه بيهم، انا بتكلم عن نفسي انا، انما محتاج ده. انا مش معاك الحقيقه يا استاذ ابراهيم في الكلام ده كله، واتمنى لو انت تبعت لي وانا اكتب ده، القصه بتاعت الشهيد ابراهيم سليمان نقيب المخابرات الحربيه اللي استشهد في 73، لانه كان هو استشهد في نفس الحرب اللي انا شاركت فيها. اتمنى تبعت لي تكتبها، واعتقد انت لما هتشوف اللي هيكتب ايه وتعمل ايه هتغير رايك، وتعرف ان احنا مش انا واحد من اللي بهدلوا الدنيا وعملوا الكلام ده كله. في الاستاذ محمد احمد بيقول لي ما تخافش على مصر ما دام المصريين مولودين تحت رايه حبيب مصر والمصريين الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما حدش يخاف على مصر، عارفين ليه؟ يعني هو والنهارده في اللي احنا شفناه في الخمس سنين اللي فاتت،
واحد كان اللي كان في السجن بقى في القصر، واللي بقى القصر بقى في السجن، وبعدين تلاقي الاخوان جم، وبعدين تيجي تحس انك انت ان الناس دي مش هتمشي ولا 900 سنه، وفجاه ربنا سبحانه وتعالى يؤلف بين المصريين ويشاور لهم على حد، الرئيس السيسي ده يظهر لك كده، ما كانش حد، ما هو ما كان مين يعرف ده، فيظهر لك حد ويؤلف قلوب المصريين اتجاهه عليه، لان هو ده اللي ياخد فيقود البلد وينقذ البلد. لان في الاول وفي الاخر احنا لو خدنا بالنا بس، القران بيقول ايه؟ بيقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. الملك ربنا اللي بيديه، والملك ربنا اللي بينزعه، وشفنا ده الحكايه دي قدامنا في حاله واضحه جدا، واضحه جدا، وما كانش حد ممكن يتخيل ان كل اللي حصل ده يحصل، لما شفناها. ده القران اللي بيقول كده. مين اللي شاور وعمل الكلام ده كله؟ مصر احنا الاسباب، انما ما يعني عايز اقول استاذ محمد ولاي حد، ما نبقاش عندنا قلق على بس ما ننامش وننتخ، ان احنا نبقى عارفين ان مصر في معيه الله سبحانه وتعالى، لانه اكرمها بما لا يكرم به اي قطعه ارض في العالم، بقعه ارض في العالم. يكفي انه تجلى عليها بنوره العظيم وصوته العظيم، بس ده مش معناه ننام على كده، لازم نبقى واخدين بالنا واحنا هنعمل بلدنا، ولازم نشتغل، ولازم 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 حاجات كتيره جدا. وبعدين النهارده لما تعرف انك انت حتى في الاجماع، حتى اللي في اللي حصل في 30 يونيو و4/7 و26/7 والكلام ده كله، ده كله الله قال بين قلوب المصريين، قال بين قلوب المصريين، لما يطلع يطلب منهم المشير السيسي يوم 4/7 ان ينزلوا عشان يدوا تفويض للجيش مصر عشان ارهاب محتمل، فينزلوا 40 مليون. ما تخافوش على مصر يعني. الاستاذ اسماعيل سعد بيقول لي الاستاذ ابراهيم تحياتي الحاره اليكم، حفظكم الله وبارك فيكم، كم انا سعيد وفخور بنفسي لانني مصري. هذا يرجع على وطنيتك ومصريتك ورؤيتك لمصر المستقبل واسلوبك الشيق لبناء مصر العظيم وحواراتك والقاء الضوء على الانجازات في كل المجالات، واعجبني اقتراح انشاء مدرسه خاصه لتعليم ابناء الاسر التي تنجب طفل او طفلين فقط، والى المزيد يا ابن مصر وطني ولك تحياتي. بشكرك استاذ اسماعيل. موضوع المدرسه الخاصه اللي كنت بقولها، انا كنت بقولها في السياق اللي كنت بتكلم علشان الجمعيات الحقوقيه، وهم هيرتاحوا مني يعني الجمعيات الحقوقيه الحقيقه، لما كانوا بيكلموا بيقول لك ان القانون انتوا عاملين قانون بيقيد، قلت لهم يا جماعه يعني طب انتوا، انا نفسي جمعيه حقوقيه واحده، انا يعني فاضل لي كم يوم من هنا، اربع خمس ست ايام كمان على الشاشه دي، حد من الجمعيات الحقوقيه دي يقول لي جمعيه واحده عملت مشروع ايه على الارض لمصر والمصريين. انت بيجي لك تمويل من بره بالدولار، نفسي تقول لي عملنا ايه. ومع ذلك قلت له طب ما تيجي للجمعيات الحقوقيه. ما هو يعني ايه جمعيات حقوقيه؟ هي معنيه بحقوق الانسان، ده شيء رائع وجميل وعظيم. وان كان ان ما فيش مصري وكل اي حد يعتني بحقوقه، بس هم متطوعين كتر خيركم. طيب هو التعليم الجيد مش ده حق من حقوق الانسان؟ هو الصحه الجيده مش حق من حقوق الانسان؟ هو محو الاميه مش حق من حقوق الانسان؟ هو مكافحه او وقايه من الادمان مش حق من حقوق الانسان؟ فانا قلت طب اي ما تيجي الجمعيه، هو الجمعيات الحقوقيه تكتشف بيعملوا ايه؟ هم بيتكلموا بس، يعني ما بيعملش اي حاجه، يعمل ندوات، يعمل طب يا عم الندوات دي يعني طب ماشي انت بتعمل ندوه، بس بعد كده ورينا حاجه على الارض، ورينا مشروع على الارض يعلي قيمه حق من حقوق الانسان، اعمل لي مشروع يستفيد منه الناس، غير الكلام، غير الكلام وتصريحات ومزايدات. لان احنا مثلا فيما يخص العداله الاجتماعيه عندنا مزايدات من ايام ثوره 52، وهذا الشعار لم يرى تطبيقا على الارض الا من ست اشهر ولا اربع، من في الاسمرات في اللي في المقطم وغيط العنب اللي موجوده في اسكندريه. كان اول مره يبقى الموضوع شعار العداله الاجتماعيه، العداله الاجتماعيه، العداله، وتكتشف ان شعارات وانك بتزايد وعملت تاجر بالام الناس. تعال بقى يا جمعيه حقوقيه انت، ما سيبك بقى من شعارات شويه، تعال نعمل حاجه. فانا اقترحت ما تيجي كل جمعيه ربنا كرمها بفلوس بدولارات كده تبني مدرسه على حسابها في محافظه، احنا عايزين نعمل 27 مدرسه في 27 محافظه على سبيل الاسترشاد. فاحنا عايزين نقول ده النموذج اللي نقدر نعمله.
عشان نحل ازمه التعليم، ازمه التعليم فوق طاقه الحكومه وعشر حكومات معاها. ما تيجي في المدرسه ديت اللي هنبنيها نعمل مدرسه مثلا فيها 24 فصل، 12 ابتدائي وست اعدادي وست ثانوي، تبقى كلها ابتدائي اعدادي ثانوي مع بعض. اهم حاجه في المدرسه في المحورين الاساسيين ان كثافه الفصول هتبقى من 20 ل 25 طالب، دي نمره واحد. نمره اتنين ان القبول في المدرسه للاسره، ما هو كثافه الفصول سببها ايه؟ سببها اللي مخلف 8 و9، ما احنا بنزيد 2 مليون في السنه. استحاله على اي دوله بيبقى عندها زياده دي انها تعمل عدد مدارس يكفي، وتعمل عدد مستشفيات يكفي، وتعمل عدد طرق يكفي، وتعمل عدد مخابز يكفي، لانك بيزيد 2 مليون كل سنه، ده عدد كبير جدا. الله، طب نحل ده ازاي؟ يبقى لازم نعمل عمليه تنظيم، لان احنا في النمو البشري ده نعمل تنظيم ليه؟ عشان العدد القليل يستفيد بالدخل اللي موجود عندنا احسن استفاده، وندي فرصه ان ما يبقاش فيه التهام لاي نمو اقتصادي بيتم. فلما نعمل المدرسه دي هنقول ايه بقى؟ المدرسه دي يدخل فيها مين؟ الاسره، الاولويه للاسره اللي لها طفل واحد. الاولويه الثانيه لو عندهم طفلين، ومجازا ممكن تبقى الاولويه الثالثه لو عندهم ثلاث اطفال، يبقى هم دول الذين يتمتعوا بالترتيب كده. يعني انا لو المدرسه دي هتاخد 500 طالب، لو ال 500 دول من اسر في طفل واحد ده حقهم. يبقى اذا النهارده انا كافئت الاسره اللي هي بتحافظ على بلدها وبتحافظ على اولادها، عايزه ابنها يتعلم تعليم جيد. الجزء الثاني بقى كيف تدار المدرسه والكلام ده كله، احنا عندنا حاجه اسمها ميدانيه التعليم طرحتنا ارضا، يعني اي ولي امر لو سالته طب لو ناخد فلوس اكتر مرتب ونحفيك من حكايه انك تدفع دروس يقول لك ابوس ايدك. لان احنا بيدفع كام هو في السنه؟ نظريه الفرخه بتاعت شيرين وسمير غانم في المتزوجون. اشترت الفرخه ب 70 قرش باين، انما القفص بكام؟ ب 100 جنيه. طب ما هي نفس الحكايه، انت بتدفع 70 جنيه مصاريف بس بتدفع دروس كل شهر قد ايه؟ 500 و600 و700 واهلهم مجاره. طب ما تيجي نقول لهم بقى خلاص هنوقف موضوع الدروس خلاص. يبقى هتعمل ايه؟ ما انا عندي الفصل عدده قليل، والفصل اللي عدده قليل ده بيعطي الفرصه للمعلم ان يعلم وللطفل ان يتعلم. طب انا عندي بقى الفصل ده، الجزء الثاني هيتبقى على المعلم، المعلم ده مرتبه طبعا لو انا بقى عملت المصاريف الدراسيه 2000 جنيه 3000 جنيه وقسمتها على بتاع ده هتبقى اقل من المبلغ اللي بيدفعه ولي الامر في الدروس قولا واحدا. وخليت المبلغ ده كله، كل المبلغ ده مش هيروح لحته ثانيه، انا عامل مدرسه بنظام جديد، كل المبلغ ده هيروح للمعلمين. يعني هيبقى لمرتبات المعلمين تعاقد خاص مع، فاصبح النهارده كانها مدرسه خاصه. فانا النهارده يبقى اصبح، ويبقى مجلس الاداره بتاع عندها مجلس اداره من اولياء الامور. يبقى ده هنا بقى تبقى الجمعيه الحقوقيه للانسان عملت يعني اهتمت او ابتدت تهتم بحق اصيل الانسان في التعلم الجيد، حق كل طفل يتعلم تعليم جيد. حطيت النموذج، يبقى معنى كده يبقى في جمعيه ثانيه تعمل ده، ويبقى المجتمع المدني يعمل ده، وفي حته ثانيه نعمل ده، والكلام ده الدوله تبتدي تعمل ده، يبقى من قل. لان احنا النهارده زي ممكن نعمل برامج تعليم، انا شفت وبقول الكلام قلته 100 مره كلام وهقوله طول لغايه ما اموت. المدرسه اللي انا شفتها في ام المؤمنين اللي في حلوان عاملين كانهم مدرسه في اوروبا، وهي مدرسه حكومه بس ايه؟ لان في اداره مدير ونجح ان المدير ده انه مع فريق العمل في المدرسه، يعني يا ريت تفكروني بالاسم، انهم يعملوا حاجه ثانيه خالص. تخش تلاقي السبوره الذكيه خلاص شاشه وكمبيوتر، والبنات يا مدرسه البنات جايبين الفلاشه ومحضره الدرس، واقفه هي بتشرح الدرس اللي حضرته ده عمرها ما تنساه، تعليم اوروبي ده في مدرسه حكومه. عشان كده المدرسه محتكره المراكز الاولى في ثانويه عامه. اقدر بقى الفكره دي اطبقها في المدرسه اللي بعملها. يبقى اذا الجمعيه الحقوقيه بدل ما عادت تعمل لنا خطابات وتطلع تعمل استنكارات وكل، وهي متصوره ان حقوق الانسان اختصرت كل، يعني تم اختصار واختزال حقوق الانسان كلها في حق التظاهر، ده انتوا الناس بقى يعني معقوله؟ ما هو ده منين نتكلم؟ انا طبعا بقول الكلام ده، وطبعا الكلام ده ما بيعجبش، وعلى فكره ناس مش سهله يعني اللي جمعيات حقوق الانسان وشبكات، لان شبكات فيها منافع وفيها مصالح وفيها حاجات يعني. انما قدامنا قدام حاجتين، يا اقول كلمه الحق ديت واللي يحصل يحصل، او ان انا اسكت وما هو دي ماشي في المياه. انما انا بختار اقابل ربنا، وانا اقول وانا في سني ده خلاص احنا خارجين من الدنيا، اقابل ربنا وانا يعني راضي عن نفسي ومحترم نفسي.
هو اللي حصل حصل يعني، في حاجات كتير، انما انا سعيد جدا بده، سعيد جدا ان انا بقول ده، واتمنى ان كل واحد يعمل، لان هو ده بلدنا، واذا ما عملناش كده يعني ده ربنا هيحاسبنا والله، وربنا هيحاسب اي حد عارف ان في حاجه غلط ما بيتكلمش، وربنا هيحاسب اي حد عنده فكره ممكن تفيد بلدنا وما بيقولهاش، قولها، خدوا بيها خدوا، ما خدوا، ما انا قلت مليون فكره. الاستاذه سحر فكري بتقول لي السلام عليكم، شكرا لك على اظهار النماذج المشرفه من الشباب لكي يعلم كل حاقد علينا وعلى ليشنا ان ليشنا ليش رجاله، الله يحميه ويحمي رئيسنا، ويا ريت باقي الشباب المصري يعلم قيمه يعلم قيمه يتعلم قيمه العزيمه والاراده. الاستاذه ايمان عبد الحميد بتقول عايز اوجه كلمه للبطل احمد، تقصد ضابط الصحقه احمد عبد اللطيف اللي هو فقد ساقه، كانوا جايبينه من يومين الفيلم بتاعه اللي اتعمل، انت بتقول له انت صحيح بترت رجلك بس احنا كلنا بجد تحت رجلك، تعاش الابطال اللي بيحمونا. مش عارف عايز اقول للاخ محمد اللي كان بعت لي بيقول يعني موضوع زي انت فكرتيني يا استاذه ايمان، هل الموضوع بتاع زي ضابط الصاعقه احمد عبد اللطيف ده اللي فقد رجل ليه وبيتكلم وعامل بتاع ده، هل لما نتكلم عنه ده يزعلك يا استاذ احمد يعني يسيء اليك ويزعلك يعني ويخليك كده ضارر في نفسك؟ انا كويس انك انت نفست عن نفسك، بس هو ده يزعلك يعني؟ ما انا برضه عايز افهم وجهه نظرك يعني، وانا يعني مش عارف انت عايز ايه يعني. لما انا نتكلم على بطل زي ده وهو في السن ده عنده 22 سنه وفقد رجله ودافع عن فضله، ولا حاجه، وانا ما كانت رجلي لو انا خاوة انا هيحصل ده، وكانت ممكن هتضيع في سينا او هتتبتر في اي حته ثانيه، لان انا قدري ونصيبي ان يحصل ده. ايه القناعه ده وايه الرضا دي؟ الكلام بقى لما نحكي الحكايه دي لما نحكيها، مش دي درس لكل الشباب ودرس لكل واحد عنده ظروف فيعرف يقف على حلو يقف على حلو ويهم لما يلاقي ده، ما انت ويلاقي ده ويقول لك هتعرف انت، وممكن تبقى المشكله اللي عندك مشكله صغيره والدنيا مسوده في وشك، ما تسودها ليه؟ في ايه؟ لما يبقى نموذج زي ده نتكلم عنه يا عم احمد عم محمد ولا نعمل ايه؟ مش فاهم. انا ممدوح المولي ابويا ده رساله بتقول لي حابب اشارك في البرنامج مع حضرتك، وحابب اقول انا شاب خريج تجاره انجليزي كل جامعه المنصوره، وهدخل الجيش كمان شهر ونص، وليا الشرف ان ادي واجبي تجاه بلدي والعسكريه المصريه شرف، والجيش المصري جيش وطني شعبي وليس جيش مجنس، وحابب اقول ان ربنا يصلح حال بلدنا ونخلص جيش بالسلامه ونلاقي شغل من غير واسطه ومحسوبيه. لو عايز تشتغل انا بحييك وبشكرك يا ممدوح، بس عايز اقول لك انك انت في النهارده في الوظائف مفيش حاجه تستنى وظيفه، انت بتروح للوظيفه. فكره ان نتوظف في الحكومه عشان نشتغل في حاجه ونضمن حاجات ونشتغل على روحنا ما رحناش ما حدش يكلمنا، دي خلصت، مفيش شغل في الحكومه دلوقتي. انت ما تستناش وظيفه، اي شغل اعمل، اي ما تضيعش وقت وانت قاعد، اي شغل تعمله. انا وانا في مركز تدريبي المدفعيه قعدت مع شباب كتير بيكلموني، الحقيقه انا فرحان. يعني كان منهم حد من البحيره، حتى انا قلت له ما البحيره صحيح حرس، وقعدنا نضحك يعني هزر من دمنهور، قال لي لا انا طول سنين الجامعه بشتغل في اي شغل، مش مشكله اشتغل. قال لي انا بشتغل في مكتبه مش عارف ولا في ايه، بيقول لي انا بشتغل لان انا خدت خبره غير عادي، خبره التعامل مع الناس خبره، ده مهم جدا. فما حدش يقول لي انا هستنى شغل، تستنى شغل ما فيش شغل هيجي لك، انت تروح للشغل، هو الرزق ايه؟ اسعى يعني، السعي مقصود، انما هتقعد خليك قاعد. اطلع فاصل يا استاذ. ضيف يضيف حضراتكم الاستاذ الدكتور عبد الرازق سليمان، استاذ الدراسات الاسرائيليه والنقد بمعهد الدراسات الاسيويه، رئيس برنامج فلسطين بالمركز الدولي للدراسات المستقبليه، رئيس وحده معلومات من مركز الدراسات الاسرائيليه بالزقازيق. الدكتور عبد الرازق سليمان الماجستير بتاعته والدكتوراه بتاعته كانت عن الادب الاسرائيلي، عن الادب في الدوله، في دوله الصهاينه، كان عن الادب هناك وعن المجتمع هناك وعن كل رسالة الدكتوراه والماجستير، وأكثر من 30 سنة هو مهتم بهذه الأجزاء. مهم جدا إن احنا نعرف هذا المجتمع وهذا
المحتل اللي احنا ما نعرفش عنه اي حاجه، نقدر الملامح بتاعته ايه، هذا المجتمع ينظر ازاي، هذا المجتمع عارف عننا ايه ومش عارف عننا ايه. وعشان كده لان اذا عرفنا كده هنقدر نعرف حاجات كتيره من الحرب اللي قايمه علينا، حرب فايته قدامنا وتلاقيها ماشيه قدامنا من خلال شائعات، من خلال حكايات، من خلال قرايه، واحنا مش واخدين بالنا جايه منين ورايحه فين. هنحاول نعرف كل الملامح دي من الدكتور عبد الرازق سليمان. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله. نقدر بقى نبتدي من ده، ان احنا من يعني عايزين ال 30 سنه دول عايزين نركزهم في الفتره اللي دي كلها عشان تعمل نرسم صوره حقيقيه لهذا المجتمع اللي هو نحن ليس بمنأى عن خطره دائما من 48 لحتى هذه اللحظه. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية خالص الشكر للأستاذ إبراهيم حجازي الذي نعتبره الوحيد أو ربما لا يوجد وطني مثله في الإعلام، فهو مقاتل طوال حياته، شرف لي هذا التواجد معه، وشكرا للقناة والمعد، وشكرا لجمهور قناة النهار. بداية الحديث عن المجتمع الإسرائيلي، قبل أن نتحدث عن المجتمع الإسرائيلي نتحدث عن جهود كل المراكز البحثية في إسرائيل لدراسة المجتمع المصري. هم هناك؟ أيوة. كل مراكز البحوث مركزة شغالة على ده اهتماما منذ سنين طويلة على دراسة المجتمع المصري وترجموا كل الأدب المصري، لأن الأدب هو مرآة المجتمع. نعم. تريد أن تعرف مجتمعا ترجم آدابه. فترجموا ليوسف إدريس ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم مبكرا منذ عدة سنوات، وما زالوا حتى اليوم. المشكلة الكبيرة لدينا أو السلبية لدينا أن كل من يقدم على هذا العمل كما هم فعلوا تثار معه مشكلة بأنه يدعو إلى التطبيع. على الرغم من أن كل الدراسات الإسرائيلية وأقسام اللغة العربية في الجامعات وخاصة جامعة تل أبيب كل اهتمامهم بالمجتمع المصري والفرد المصري عن طريق الأدب، لدرجة أن هناك أستاذ اسمه ساسون سميخ حاصل على الماجستير والدكتوراه ومجموعة من الترجمات، مجموعة من الترجمات غزا بها العالم، المحاضرة بتاعته بآلاف الدولارات في أمريكا وكل المجتمع عن نجيب محفوظ، وما زال يدرس ويدرس أدب نجيب محفوظ. اهتمام شخصي. وهذا الرجل أصلا يهودي عراقي ومشهور، وأعتقد أنه خدم في سفارة إسرائيل بالقاهرة بعد الوقت. كل الاهتمام مثار حول الشخصية المصرية، وخاصة أنه في حرب 73 انقلبت موازين الحرب كما تعرف سيادتك، ونتائج كل الدراسات كانت خلاصتها أن القنبلة التي حطمت خط بارليف هو الجندي المصري الفرد. وما زالت الأبحاث حتى ومن هنا بقى ابتدوا يدوروا على الشخصية ديت ومداخلها ومخارجها، يعني هو ده اللي بيعملوه كله. ومن هنا ما زال الاهتمام. في مركز بحوث الأمن القومي في جامعة تل أبيب كل عام يصدر تقرير سنوي مقارنة بين جمهورية مصر العربية وإسرائيل. ننحي جانبا الأمور الأخرى، الاقتصاد والسياسة والفن كله، ونأتي عند النقطة الهامة وهي الجيش. تكنولوجيا إسرائيل تقول أنها متفوقة على الجيش المصري. وماله؟ وهذا معروف. حتى أننا عندما نحصل على قطعة سلاح
التكنولوجيا بها تكون، وسيادتك أدرى بهذا، تكون التكنولوجيا بها أقل. ولكن ما هو الشيء الوحيد الذي لا زال معضلة لديهم ولم يجدوا له حل حتى اليوم؟ وأنا أتابع تقارير معهد أو مركز بحوث دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، الشخصية الجندي المصري، حتى أنه في آخر مقارنة باحث لديهم أصلا لواء سابق وكان يعمل في المخابرات الحربية، عندهم هناك اسمها الاستخبارات الحربية العسكرية أمان، المسمى بتاعها تقابل عندنا المخابرات الحربية والاستطلاع. آخر دراسة قام بها هذا الرجل أو هذا الباحث مقارنة بين الفرد في الجيش المصري الجندي والفرد في الجيش الإسرائيلي، وجد فارق شاسع لدرجة. إيه ما تحكي لي إيه قال إيه يعني؟ لدرجة قال كم ساعة يتحمل الجندي الإسرائيلي دون أن يطلب مياه؟ يعني قد إيه يستحمل عطش؟ قد إيه يستحمل الجوع؟ أنا يعني مش كم ساعة يستطيع الجندي الإسرائيلي أن يظل متيقظا ولا يطلب طعام؟ كم ساعة؟ أمور تفاصيل ولكنها مهمة لديه. هو ده عمل بتاعه ده بيتكلم على ده. هنا بالنسبة بياخد معلوماته منين بالنسبة للمصريين؟ سأعطي لك مثالا. تذكر الفرد الاستخبارات الذي قبض عليه في 2011 إيلان جبريل، أخذت له صور في أماكن شعبية في القاهرة في إمبابة بالذات. هل هذا صدفة؟ هذا ليس صدفة. يوجد في جامعة تل أبيب دراسة أكاديمية دكتوراه فقط عن حي إمبابة. اشمعنى؟ اهتمام بالشخصية المصرية. توفيق الحكيم ويوسف إدريس أعطوهم كل ما يحتاجون إليه عن الشخصية المصرية وعن الأب المصري والأم المصرية والفلاح المصري. بقي شيء وهو الشخصية التي تخرج من الحي الشعبي. أنا دراسات أخرى كثيرة ولكن لضيق الوقت سأعطيك مثالا واحدا وهو دراسة دكتوراه عن حي إمبابة. في بتعمل إيه الدراسة دي؟ قالت إيه؟ دراسة تتحدث عن كيف ينمى الشخص محبا لوطنه على الرغم من أن عيشته بسيطة، على أنه يشرب القومية والهوية المصرية والدفاع عن أرضه منذ صغره. في الأحياء الشعبية والفلاحين، هكذا ورد في الدراسة، الأحياء الشعبية والفلاحين وصعيد مصر الجندي أقوى من أي جندي في العالم، ولن تصل قوة الجندي الإسرائيلي وتحمله مهما فعلنا من تدريب وتمارين رياضية إلى قوة هذا الجندي. طيب بس أنا عايز أصلح لحضرتك، يعني مش لحضرتك، ليهم هم يعني. لا يتمرنوا من هنا لآخر العمر. خط بارليف كان 31 نقطة قوية. خط بارليف زي ما هو معلوم ومعروف اللي هو صرف عليه قرابة المليار دولار في المرتين، هو صلح مرتين اللي احنا كنا كسرناه بضرب مدفعية في 68. خط بارليف النقطة القوية معمولة انها تحت اي ظرف من الظروف، هي معمولة انه يقعد لو محاصرة يقعد عنده كل حاجة، يقعد 3 اشهر عنده كل السلاح وعنده كل حاجة تموين، كل حاجة عنده، كل حاجة. أصلا مش حضرتك مش متخيل كل حاجة عنده. يعني لما تخش جوه في الخط، في النقاط القوية بتاع خط بارليف، وإحنا اللي هم بيعملوا دراسة، مفيش هي الفكرة كلها أنا عقدتي نصر أو الشهادة. أنا ما عنديش أي تردد في لحظة إن أنا أموت. إحنا كان عقدتنا إيه أيام الحرب؟ اللي هي نصر وشهاده، بس كنت انا هشرحها لحضرتك ببساطه. ما دي الاساسيات في التقرير اللي انا بقولها لحضرتك. انا ذكرت ابسط الامور. لا هو عم الدكتور ده بس عشان يرتقي بط ويقعد ساكت.
احنا كان عقيدتنا ايه احنا كمصريين؟ انت عارف ان كل البشر يؤمن بالموت، الحاجه اللي اتفقوا على الموت، هم اختلفوا على كل حاجه وعلى الله سبحانه وتعالى، استغفر الله العظيم، انما اتفقوا على ان في موت وما فيش وصفه في الموت، ما حدش عارف هيموت امتى. ورد في القران ما معناه انهم احرصوا على حياه. انا حاجه لحضرتك بقى، هم احنا الموت، انا خلاص. طيب احنا كنا دايما في حرب الاستنزاف 500 يوم، حرب الاستنزاف دي انت عمال تروح تعدي وتروح وتيجي وبتعمل، وكانت مهمه جدا لنا نفسيا ويعني من استطلاعيا حاجه كتيره جدا، وعشان خاطر كمان نهدهم. دون ان اقاطعك، في كتاب، في الكتاب الاول عن الاسير لديهم اعتراف في وثائق مثبته في الكتاب او في الدراسه بان حرب الاستنزاف كانت اقوى، حرب اكتوبر اقوى من حرب اكتوبر تاثيرا على الجند الاسرائيلي. يا دكتور، يا دكتور، حرب الاستنزاف دي كانت معموله لاسباب كثيره جدا، واحنا في 70 بعد ما تخلص حققت اغراض القياده المصريه، وبعد احنا انت خلاص بقيت حاسس دلوقتي بقت سينا ديت ايه، كانك رايح تتفسح، كانك رايح مشوار تيجي بحال. احنا كان ليه بتعمل ده ازاي؟ يوميا كان في عمليات. بتعمل ازاي بقى العمليات؟ ليه؟ لان انا اذا كنت انا حموت دلوقتي، اذا كنت مقدر ليا ان انا حموت النهارده، اموت كده سكتي؟ ولا اخد حد معايا كلبين ثلاثة أربعة من اللي هناك دولت معايا؟ ادي حموت النهارده، حموت النهارده، حموت في الم... في ال... في ال... في الملجأ تحت الارض، حموت في الخندق، حموت في اي حته، بس انا ميت النهارده، ميت النهارده، مبدا الشهاده هو يعني انا حموت. احنا بنسال، ده كان حوارنا وقناعتنا، اذا كنت حموت النهارده اخد معايا حد، اذا حموت بعد 10 سنين دي فرصه، ولا 20 سنه والله اعلم، بعد قد كده ده حلو قوي، ده انا انزل كل يوم وادبح واعمل اللي انا عايزه، دي قناعه. خلاص انت بقى، هو ما مش هيموت، هو كان اول ما تضرب المعده ولا تضرب اي حاجه ليه، هو ما بيمشيش على الارض اولا عشان خاطر بس يحمل. ما بيمشي، والنعمه ما يمشي على الارض ابدا، ورا ساتر او ورا الرمل، او اول ما يتعمل عامل كده على طول. فهم الانسان المصري يعني، يا ريت ان هنا يبقى هم هناك عارفين الانسان المصري ملوش كتالوج، ما حدش هيقدر يعرف الشخصية المصرية، ومع احترامي للأستاذ توفيق الحكيم، ومع احترامي للأستاذ يوسف أدريش، ومع احترامي للأستاذ نجيب محفوظ، المصريين ما لهمش كتالوج، ما هو ده سر عبقريتهم، سر القوة، هو ده سر كل حاجة. هم بيبحثوا حتى الآن في دراساتهم عن سر قوة الشخصية يقدر. هو المصرية هو يقدر، هو يقدر، هو يقدر، مش هم كان عندهم اللي هم عندهم سلاح المظلات ده، ده السلاح الشرس بتاعهم، هم ده اللي قال الايه اللي لما عاوزوا يربوا حد يقلبهم لهم، واللواء جولاني وجفعاتي معروف انهم. طيب ماشي، لما حصل لهم ايه في كانت لهم خسائر في المزرعه الصينيه، حصل اسم الله اللي حصل لهم في المزرعه الصينيه مش اكتر من 200 واحد في المزرعه. انا مسجل هذا في الدراسه بوثيقه عن المزرعه الصينيه والخسائر التي تعدت 200 فرد، وده بقول رئيس الأركان. رئيس الأركان عندهم فني عسكرية خلافا لما هو عندنا، نحن وزير الدفاع فني عسكرية ورئيس الأركان فني عسكرية والقائد. في إسرائيل فقط رئيس الأركان اعترف بأن معركة المزرعة الصينية كانت أشرس المعارك وأكثر الخسائر، كل الدبابات هو اعترف بكده، واكثر من 200 المظله والمظله اكثر من 200 فرد. الدراسه اللي انا عاملها من ضمن سلبيات هذه المعركه ان جاءهم مدد في الثغره، جاءهم مدد من اقرب لواء دبابات، اطلقوا النيران على بعض لان ما كانش فيه وسائل اتصال لاني اتدمرت من القوات اللي كانت موجوده في المزرعه الصينيه. ما هو ده كانت اللي هو 16 الفرقه 16 كل مزرعه، وكان فيها المقدم، وكان رئيس الفئه الكتيبه 16. ايوه، المقدم محمد حسين طنطاوي، المقدم محمد. هذا وارد في الدراسه. طيب أنا شهاده بلسان العدو، هو ده يعني، هو حريص لحد او بقلم. طيب هو حريص للحظه ديت انه يعمل دراسات عشان الشخص لغايه النهارده، لغايه ما شغلي. ايه تاني مراكز الابحاث اللي بتدور عليها هناك عندهم تاني؟ كل مراكز الابحاث يعني في اشهر. لا بيدوروا على ايه؟ عايزين ايه تاني غير الموضوع الشخصيه المصريه؟ هل معلومات ايه عشان اهالينا هنا يعرفوا
ان الكلام اللي بيكتبوه على الفيسبوك ده بيدي معلومات ببلاش، بس عشان نبتدي ننقل الموضوع لنقطه تانية ويعرفوا انك انت اما كل واحد بيشتغل في حته ما تتطوعش انه عمال يبقبق في كلام ملوش لازمه، ويعرفوا ان في ناس بتيجي عشان لغايه امبابة الولد زي ما انت قلت حضرتك اللي اتمسك مش صدفه ليس صدفه ان يتواجد في امبابة وده كان في امبابة وفي مساجد في القاهره وكان وراح مؤسسات صحفيه لا ده راح كتير يعني ليس صدفه ده مخطط مخطط. كل فرد اسرائيلي كلهم طبعا خريجي جيش وكلهم بيتلقوا دروس استخباراتية. أي فرد بيزور مصر لازم يقدم تقرير، أي فرد يزور سوريا أو لهم عدة جوازات سفر بيقدروا يروحوا ليبيا وبيقدروا يخش أي حتة يعني. الجزائر وفي العراق قاعدين مالين العراق وفي العراق وليبيا أول ما حدث وأول حتى أول مجموعات دخلت هناك كانت من إسرائيل والتقوا بأقرانهم وأصدقائهم ضد ليبيا طبعا. فالتقارير دي تشمل كل شيء بدءا من رغيف الخبز وحتى دراسة كاملة كانت في جامعة تل أبيب في قسم اللغة العربية، دراسة عن الأشجار في كل شارع في القاهرة وهل زادت أو تنقص. ودي هيستفيدوا بقى في إيه؟ تقديرك يعني. بيستفيدوا بالحالة النفسية كل هذه الدراسات يا أستاذ إبراهيم وأنت مقاتل تدور حول الشخصية المصرية وكيف نتغلب عليها. ده يرفع الحالة المعنوية. توابير الخبز عندما تنتهي الأم في البيت تطلع شاب عنده 20 سنة قادر على أن يفتك ب20 جندي إسرائيلي. حتى اليوم لا يوجد جندي إسرائيلي يستطيع أن يحمل الدانة التي تضرب الدبابات وأنت أدرى بنوعيتها ويستمر بها أكثر من ساعة. الجندي المصري استمر بها 10 ساعات ويمكن أكثر. كم ساعة استمر بها؟ لا ما هي المسألة عندنا. طيب إيه تاني مثلا عمال دي للمقابل. فهو يعني هو كل بيدور حول الإنسان المصري نفسيا وسيكولوجيا وبدنيا وصحيا وكل حاجة. هو ده هم الإنسان المصري يعني. المشكلة عندهم حتى الآن تفوق هذا الإنسان ماذا نفعل له؟ كل ما تراه يا أستاذ إبراهيم ما في الإعلام أو في الشارع أو القضايا التي تسار عبر الجزيرة هذا مرتب وليس صدفة. يعني كان في دراسة في المعهد بحوث ودراسات الأمن القومي أخيرا يؤكد مش جديدة طبعا لأن هو يؤكد عليها بأن الطائفية هي السلاح الأمضى لتدمير المسلمين ما بقولوش الإسلام تدمير المسلمين في المنطقة المجاورة. وبن غوريون عندما أنشأ عندما أعلن قيام دولة إسرائيل في 14 مايو 1948 قال إن قوة إسرائيل عسكريا وتفوقها على دول الجوار هو السلاح الأمضى لنظل أقوياء. البند العاشر في البروتوكولات اللي هم لا يعترفوا بها ولكن في دراسة من دراسة في إحدى الوثائق ستجدوها في الكتاب يقول إذا كان الأغيار اللي هو احنا يعني يلوموننا أي يلوموا اليهود ويتمسكون بالبروتوكولات فسوف نقلبها عليه. انظر إلى ما يحدث الآن. البند العاشر من البروتوكولات يقول لابد أن تستمر العداوات بين الشعوب وداخل الشعوب، يعني مش شعب مش دولة مع دولة، لا داخل الدولة. ولا رقم 2 لابد أن يستمر الفقر، يعني أي يعني الدول البترولية تحاك حولها المؤامرات لتصبح فقيرة. وربما يكون قد حدث، ترى ليبيا بتطلب معونات، ما هو ده فقر،
هذا فقر بعد الغنى الفاحش. كل ده مخطط يا أستاذ إبراهيم ومكتوب، ولا بد أن يستمر الفقر، ولا بد أن يستمر الكساد والحاجة إلى المال، ونحن نملك المال. طبعا معروف أن اليهود يسيطرون على أهم أمرين في العالم، الإعلام والمال. ولذلك إسرائيل عندما اختارت قطر كان اختيار ذكي، مش مدحن فيه، اختيار ذكي، ما ممكن نقول على الحرامي ذكي يعني. كان اختيار قطر اختيار ذكي. قطر هي قطرة في وسط الدول العربية، وهي أصلا جزء من السعودية، عائلة ضعيفة، استطاعوا تجنيد هذه العائلة وأقنعوا قطر بأن قطر ستكون زي كإسرائيل. إسرائيل قطرة وتتحكم في الكبار، في الكبار عن طريق أمريكا، ونستطيع أن نجعل من قطر، هكذا قال الشيطان الإسرائيلي للقطري، على قدر ثقافتي تقبل، أنت قطرة في قلب الوطن العربي، ستكون قطرة مسيطرة بمالك وبالمهم إيه؟ الإعلام. الإعلام. وصنعوا أو الجزيرة. صنعوا قناة الجزيرة بدليل، وقد نجحوا إلى حد ما في أهدافهم، ليس مدحا في نجاحهم ولكنهم فاشلون. اسأل أي شاب في الطريق من رئيس وزراء إسرائيل، يقول لك نتنياهو. طيب من حاكم قطر؟ يقول لك تميم ابن كذا، كما يقال. ده إعلام، ده مجهود إعلامي مقصود وليس صدفة. والحاكم في قطر ومن حوله شربوا هذا المقلب المدبر استخباراتيا من إسرائيل. اسأل أي شاب من رئيس وزراء الصين، ما يعرفش. من رئيس وزراء روسيا، ما يعرفش، لربما يجهل أي رئيس وزراء. لكن تسأله عن رئيس وزراء قطر أو أمير قطر، أوكي. رئيس وزراء إسرائيل معروف، نتنياهو، للصغير والكبير والدار. هو خلاص كل اللي بتعمله، الحاجات الموجهة من قناة الجزيرة والرسائل الموجهة، يعني هم قدرت. وهي قدرت في الفترة الأولانية من 25 يناير، الفترة الأولانية كانت راكبه، لان كان فيها ترويج لها في الداخل، لان كان جزء من المؤامره، او اللي في الداخل بيروجوا لها هنا. انما بعد كده الشعب المصري تفهم ده. عايز اسال حضرتك يا دكتور، الحقيقه في دراساتك ماجستير ودكتوراه، ما هي هم طب عرفنا هم بيدرسوا ايه عننا، عايز اعرف احنا ايه الملامح بتاع، يعني الساده المشاهدين تقدر تقول لهم الملامح، انت خرجت ايه من الدراسات وانت بتدرس المجتمع الاسرائيلي، مخاوفه، نظرته، رأيته كده، ايه ده؟ اولا على ارض الواقع، على ارض الواقع اسرائيل ضعيفة جدا جدا، لابد ان نعترف انها قوية في الالكترونيات وفي وسائل الاتصال، حتى ان الطائرة F-35 شاركوا في صناعة جزء منها، مش جزء منها، هم متفوقين في صناعة وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وأول دولة حصلت على الطائرة F-35. لو بحثنا في أصل المجتمع، في أصل المجتمع، صراعات اللي هو إيه؟ تركيبة الاجتماعية، مجتمع مفكك 1000%. معروف للجميع أن هناك عداء بين الإشكناز اللي هم الشتات القادمين من الغرب، وبين السفارات اللي هم الشرقيون. دي الفكرة المعروفة لكل الدارسين وللعامة وكل من يكتب عن إسرائيل. هناك صراع بين الشرقيين والغربيين، وصراع على المناصب، ولا يوجد أي وزير شرقي، ونادرا ما مرة واحدة كان هناك وزير شرقي من أصل مغربي كان يشار إليه بالبنان على أنه فلاح، لدرجه على الرغم من انه متعلم ومثقف وصل لذلك، ولكنه آت من دوله شرقيه.
كل المناصب محصورة في اللي من الغرب، القادمين من الغرب. يمكن مرة واحدة كان في رئيس للدولة من أصل شرقي، غير هذا لا يوجد. لكن الصراع أكثر من هذا، صراع بين العلمانيين والمتدينين، صراع يصل إلى حد الحرب. يعني من الغرابة أن تل أبيب لا يمكن أن تجد على الحائط إعلان عن فيلم سينما، لا يمكن، ممنوع، لأنه لا ممكن إعلان مكتوب، لكن صورة لممثلة عارية لا يمكن إطلاق. ده تناقض طبعا، ولكن خوفا من المتدينين المتشددين، المتدينين المتشددين. وهناك سخرية، هم قتلوا الرئيس بتاعهم يعني. أيوة. وهناك سخرية من العلمانيين للمتدينين. العلماني علماني صرف، العلماني اليهودي علماني صرف، لا علاقة. يقول للمتدين المتشدد، اليهودي المتشدد، كيف لك أن تحتفل بيوم السبت ولو كنت طيار أو قائد طائرة، دخل عليك السبت وتركت الطائرة، ربك، استغفر الله العظيم، يعني ربك سيقود الطائرة ويسر بها إلى الأمان. طبعا هو بيرد على نفسه ويقول كلا. في كمان سخرية، ده في كتابات موجودة وفي الصحف والمجلات وفي المدارس العلمانية، يقول عن المتدينين هذا: أين هو ربكم أيها المتدينون وقد قتل هتلر 6 مليون يهودي؟ استغفر الله، هل كان ربكم نائما؟ ده المجتمع الإسرائيلي، ده الصراع، ده أول صراع. هناك أكثر من 73 طائفة، كل طائفة هي قوميات مختلفة بقى، تعيش على ثقافتها، اللي جايين من بره، من بره، فدول حقيقة، ودي ما بتدوبش. إذا قابلت المصري يقول لك أنا أفخر بمصريتي، اليهودي أنا أفخر بمصريتي لأني كنت في مصر يهودي فقط ومواطن مصري. هل تعلم، ده قول اليهودي المهاجر من مصر، هل يقول هل تعلم أني هنا غريب؟ كيف غريب، إنها دولتك وإسرائيل التي هاجرت إليها وتركت منشأك. يقول لك أنا هنا اسمي يهودي مصري مصنف، حتى اليوم يهودي مصري. وحتى في أديب كبير ربما يضاهي نجيب محفوظ وقمت بدراسته، اسمه أهارون ماجد، ليس مدحا فيه ولكنه مناصر للقضية الفلسطينية، يقول أنا غريب في هذه الأرض وهذه الأرض ليست أرضنا. فأنا حتى اليوم، هو هاجر إلى فلسطين 1926، كان عمره 6 سنوات، حتى اليوم أصنف على أني يهودي بولندي وأشعر بالغربة على هذه الأرض. أين هي الدولة؟ إن الدولة استطاعت أن تسرق أراضي الفلسطينيين بحجة أن توفر أمن وأمان لكل يهودي آتي من الشتات، ولكن الصهيونية فشلت، مفيش أمن ولا أمان. عندما تسأل أي مهاجر يقول لك كنا في المهجر أفضل مما وجدنا في إسرائيل. في أي وقت يمكن أن يفجر الحافلة أو القطار، عايشين في خوف، في خوف مستمر حتى اليوم. وأشير هنا إلى مبادرة السيد الرئيس السيسي التي أعلنها من أسيوط في إحدى لقاءاته، ومن أسيوط كان لها مغزى، لأني لو قرأت في وثيقة كيفونيم 1982 الصهيونية لتقسيم الوطن العربي يركزوا على مصر على الطائفية وفصل الصعيد عن وجه بحري، فأعطى درسا لهم عمليا من أسيوط، من أسيوط عاصمة الصعيد يعني وسط الصعيد، وأعطاهم درسا عندما أعلن مبادرته للسلام بينهم وبين الفلسطينيين، وستصبح العلاقات إذا تم هذا
إذا أخذ الفلسطينيون أراضيهم المحتلة ستكون هناك علاقات بين إسرائيل ومصر أو إسرائيل والدول العربية. هذا أحدث ضجة من متابعتي لإسرائيل، هذا أحدث ضجة في المجتمع الإسرائيلي. إيه بقى كانت الضجة إيه بقى؟ الضجة في مجموعة عايزة تعيش في أمان بعيدا عن المتطرفين. تريد أن يقولون هذا، نريد أن نعيش عيشة الإنسان الطبيعي، أن تجلس مع أولادك ولا تتوقع انفجار، أن تقضي عطلة نهاية. هذا مكتوب وهذا في مسجله في دراساتي عن لسان عن كتاباتهم، أن تقضي يومك في عطلة الأسبوع مثل باقي خلق الله، مثل خلق الله في هذا غير متوفر في إسرائيل. دي مجموعة. ناهيك عن مجموعة دول بقى واقفين عايزين السلام، دول عايزين السلام. في مجموعة يمثلوا قد ايه دول؟ لو احنا حسبناها بنسبة يعني، هل كان ديت جزء كبير ولا جزء، وهل دول المتعلمين ولا دول النص تعليم ولا دول اللي من الغرب ولا دول من الشرق؟ كان مين دول؟ دول جزء من كل طائفة، يعني دول حوالي 50% من المجتمع. بس مختلف من حاجات كتيره بقى، من كل الطوائف، من كل الاصناف دي، من كل الطرل يعني، من كل حاجه. لان مثلا هناك مجموعه قادمه من الاتحاد السوفيتي عندما يحصل على اراضي لا يريد ان يتركها ابدا، بيعمرها ويبني فيها وموضوع منتهي. هنعمل سلام؟ ما يهموش السلام ولا اي حاجه. هو جاي اصلا من قحط، هو مسد حاجه امتلك يعني. لا تنازل عن احنا فاضل لنا حوالي دقيقه، عايز حضرتك نلخص ده على امل يا رب ان احنا نقدر نعمل حلقه ثانيه في هذا الموضوع. من ملخص ده كله، نصيحك ايه لينا هنا للشباب اللي هنا في الحاجات اللي بتتصدر لنا، في حاجات اكيد من مراكز ابحاثهم ومن مراكز بتاعت، النصايح بتاع حضرتك ايه على ضوء القراءات والكلام ده كله؟ كل ما يحدث مع الشباب من إشكاليات من الخارج ليس صدفة أيها الشباب. هناك في إسرائيل وحدة في الاستخبارات العسكرية 8231 وحدات داخل الاستخبارات، يسموا المستعربين، يجيد اللغة العربية إجادة لهجة. يجيد اللغة العربية واللهجة بما فيها الملبس. يعني كان مجموعة منهم ترتدي زي الفلسطينيين ويقتحمون غزة. هؤلاء الآن موجودون على وسائل الاتصال، واللي حذر منها الرئيس السيسي أيضا، احذروا أفكار الإرهاب التي تبث إليكم عن طريق النت. باختصار شديد، هذه الوحدات الاستخباراتية تقوم باستقطاب الشباب، وينتقوا شباب المتشدد الملتحي أو السلفي من مصر ومن الدول العربية، انتقاء على وسائل الاتصال، ويحدث بينهم اتصال وتقارب. بمعنى أنا يهودي وأكره دولة إسرائيل، في فعلا يهود بيكرهوا دولة إسرائيل لأنهم يطمحوا في أكتر في حكم العالم كله، واستعجلوا وعملوا دولة إسرائيل الصغيرة. أنا أكره دولة إسرائيل لأن يحكمها العلمانيين، وعندكم ولكم في مصر نفس القصة، العلمانيين والعسكريين هم الذين يحكمونكم، وهذا استبداد وسيطرة، ونحن في إسرائيل كذلك. وتحدث الصداقة إلى أن يكسب ثقة المصري الانتقائي فرد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، لدرجة يصل لحد الاقتناع، وستكون الفرصة سانحة لينضم لداعش عن طريق اللي خدوا في السكة هذه الأفكار. طيب نخلي بالنا من الحاجات اللي تعمل كل شيء كده يعني. طيب يعني كل شيء مرتب وليس صدفة يعني، نخلي بالنا يعني. دكتور عبد الرازق سليمان، استاذ الدراسات الاسرائيليه والنقد مع الدراسات الاسيويه، انا شخصيا استفدت من كل لحظه حتى مع سيادتك، بشكرك جدا وعلى امل لقاء اخر ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. بشكر حضرتك وتصبح على خير.